برزوم الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي المتخصص في علم الفيروسات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، تحياتي لك ولكل مشاهدي الكرام في أم الدنيا مصر العزيزة وكل مشاهدين في الخارج. أشكرك. أولا إحنا محتاجين نفهم يعني إيه الموجة الخامسة، ولماذا بعد ما اعتقدنا إن خلاص مع التطعيم الأوضاع استقرت والأمور ستعود للطبيعي؟ نعم، أشكرك أن تطرقت لهذا الموضوع الجد مهم، بأنه نحن كأخصائيين كنا متوقعين هذا، لأنه نعرف عندما نبدأ نلقح في السنة الأولى ولا نلقح مليون شخص فقط أو فئة من فئات، بل نلقح الشعب بأكمله. ف 66 مليون نسمة فرنسية، إذا لقحنا 50 مليون فيبقى 16 مليون، وإذا لقحنا حتى 60 مليون يبقى 6 ملايين. فالعدوى عندما الفيروس يعود حاليا كل الإصابات، وأشكرك الأرقام التي أعطيتها وهي حقيقية، ما فوق 10,000 إصابة يوميا، ففي الأسبوع تقريبا نصل إلى 70,000 أو 50,000 إصابة. فهذا يدل بأن الإصابات اليوم 90% هي عند الذين لم يتلقوا التلقيح ولم يقبلوا التلقيح، سواء عن عمد أو عن جهل أو عن إضلال أو عن هل يا دكتور تم إثبات ده؟ يعني تم إثبات إن معظم حالات الإصابة اللي تم تسجيلها في أوروبا هي حالات لمن لم يتلقى اللقاح؟ نعم، في بعض الحالات، لكن نادر الذين تلقوا اللقاح. مثلا في 12,000 فرنسي ربما نجد 100 الذين تلقوا اللقاح جرعتان، ونجد ربما 1,000 أو 2,000 الذين تلقوا جرعة واحدة، وهذا مفهوم، بينما الباقي كله لم يتلقى لا جرعة واحدة ولا اثنين، الصيني ولا الروسي ولا فايزر ولا أسترازينيكا ولا موديرنا. وهنا الخطأ الفادح الذي يقع هو أنه الذين لم يقبل التلقيح متاتا فهو الذي يهلك نفسه ويهلك ذاته ويهلك الآخرين، يعني إذا كانت عائلة. لأنه عندنا تفضل سيدي. يعني يا دكتور، الحديث عن إن ما يحدث في أوروبا يدل على عدم كفاءة اللقاحات، في رأي حضرتك هو لا يعبر عن أي وضع حقيقي على الأرض؟ المسألة لها علاقة بمن رفض الحصول على اللقاح. أحسن، هو حاليا لماذا السيد ماكرون ظهر في الخطاب قبل يومين بأنه سوف يفرض الجرعة الثالثة؟ أثبت علميا بأن اللقاحات الـRNA ميساجي، الحمض المرسال، الريبونيكليك، اللقاحات تعطينا أجسام مضادة تحمينا لمدة معينة، ومن بعدها خاصة عند كبار السن، عند المرضى المزمنين، فقدان في المناعة، كل من زرع له نخاع العظمي، كلى، قلب، كبد أو عظم، كل المرضى الذين لهم أمراض سرطانية ويعالجون حفظنا الله وإياكم وشافى وعافى كل المرضى، المرضى السرطانيين لهم دواء كيميائي والدماء بالأشعة أدوية العلاج، فهذا ينقص عندهم المناعة. كل من هو له فقدان مناعة وراثي، فهذه الفئة من الأشخاص لازم عليهم تقبيل والحصول على الجرعة الثالثة من التلقيح حتى يكون لهم مستوى عالي من الأجسام المضادة لتحميهم. طيب حضرتك، اليوم طيب هو حضرتك ده احنا بنتكلم على فايزر وموديرنا، هما الاثنين بس اللي بيستخدموا هذه التقنية، باقي اللقاحات من تلقى باقي اللقاحات لا يحتاج للجرعة الثالثة أو التعزيزية؟ لحد الآن اللقاح الصيني، الروسي، الأسترازينيكا لم يفرضوا الجرعة الثالثة، بينما جونسون الذي هو كان يعطي إلا جرعة واحدة للتلقيح الشامل غير سياسته، جونسون الثالث الأمريكي الذي هو نفس التركيبة كسبوتنيك وكأسترازينيكا. فاليوم جونسون الأمريكي يطلب بالجرعة الثانية حتى نطور أجسام مضادة كافية، بينما الصيني لا يطلب ذلك بجرعة كافية. ولاحظنا بأنه الأكثر توزيع على الدول العربية والإفريقية وجنوب آسيا وجنوب أمريكا اللاتينية دول أمريكا اللاتينية هو اللقاح الصيني، وهو كافي لأن اللقاح الصيني هو محتوي على كل مكونات الفيروس بأكمله، ونميته ونستعمله فيعطينا أجسام مضادة قوية ضد كل مكونات الفيروس، ضد المسامير الغلافية سين، ضد الغلاف واو، ضد الغلاف ميم الغلاف الداخلي، وضد الغلاف نون الذي هو غلاف يحمي الحمض الريبونيكليك داخل. بينما اللقاحات الأخرى، اللقاحات كل الأخرى، أسترازينيكا، سبوتنيك، جونسون، وفايزر، وموديرنا، يعطينا إلا البروتين الغلافي
الصين، فهنا يعطينا الا اسلام ضد هذا الغلاف. طب دكتور يحيى، هل الحديث عن متحور جديد اكثر شراسه من المتحورات السابقه له اساس على ارض الواقع، وان هو سبب ما يحدث في اوروبا حاليا؟ نعم، حاليا هو الطفره الطاغيه على الكره الارضيه والمنتشره بشده هي طفره دلتا، وفي دلتا فيه تغيرات يوميا تسرع، في دلتا ألف ياء 4-2 التي هي نفس النسخة الدلتا التي ضربت الهند وضربت كل العالم منذ شهر الرابع من سنة 2021 يعني أبريل، ومن هنا أبريل، ومن هنا سيدي الكريم هي التي منتشرة بشدة. فالطفرة هذه ما زالت في تكاثرها الشديد، العدوى قوية جدا، الأثر عند الشبان، حتى عند الشبان حتى عند الأطفال، عندنا ما يفوق في بريطانيا وفي عدة دول أوروبية وأمريكا 100 إلى 150 حالة عند الأطفال والشبان، وخاصة الالتهاب الحاد في القالب، لأنه بكثرة تكاثر الفيروس بمليارات النسخ في الخلية فيمر عن طريق الشرايين والدم ويصل إلى القلب ويأدي الخلايا القلبية التي تسمى بالإنجليزية الميوسيت، وهنا يعطي ميوكارديتس التهاب حاد في القلب. تمام. ولذا التلقيح هو الحماية الوحيدة، وكل من يقول ها أوروبا لقحت لكن فيها موجة رابعة، هذا خطأ. أوروبا لقحت، لكن هل فيه اكتظاظ في المستشفيات؟ هل فيه عدد كبير في العناية المركز والإنعاش؟ هل في عدد الوفيات مرتفع؟ لا، بالعكس، بينما الإصابات قوية عند الغير متلقحين والذين لم يقبلوا او تلقحوا بجرعه واحده. مفهوم. ولذا اخاطب المشاهد الكريم طبعا يعني كل الناس ان نتقبل اللقاح، اللقاح بالتاكيد هو الحل الوحيد في القلب. تمام. ولذا التلقيح هو الحمايه الوحيده، وكل بالتأكيد. من يقول ها اوروبا لقحت لكن فيها موجه رابعه، هذا خطا. اوروبا لقحت، لكن هل فيه اكتظاظ في المستشفيات؟ هل في عدد كبير في العناية المركز والإنعاش؟ هل في عدد الوفيات مرتفع؟ لا، بالعكس، بينما الإصابات قوية عند الغير متلقحين والذين لم يقبلوا أو تلقحوا بجرعة واحدة. مفهوم. ولذا أخاطب المشاهد الكريم طبعا يعني كل الناس أن نتقبل اللقاح، اللقاح بالتأكيد هو الحل الوحيد في القلب. ولذا التلقيح هو الحماية الوحيدة، وكل من يقول ها أوروبا لقحت لكن فيها موجة رابعة، هذا خطأ. أوروبا لقحت، لكن هل فيه اكتظاظ في المستشفيات؟ هل فيه عدد كبير في العناية المركز والإنعاش؟ هل في عدد الوفيات مرتفع؟ لا، بالعكس، بينما الإصابات قوية عند الغير متلقحين والذين لم يقبلوا أو تلقحوا بجرعة واحدة. مفهوم. ولذا أخاطب المشاهد الكريم طبعا يعني كل الناس أن نتقبل اللقاح، اللقاح بالتأكيد هو الحل الوحيد. الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي المتخصص في علم الفيروسات من فرنسا، أنا بشكر حضرتك، شكرا.